على بعد أمتار قليلة من وسط مدينة قفصة وبجانب السور البيزنطي، ترتفع مأذنة مسجد سيدي صاحب الوقت شاهدة على عراقة هذا المعلم التاريخي الذي يقول مؤرخنا إنه ثالث وأقدم مسجد في إفريقيا. ومسجد سيدي صاحب الوقت أو الجامع الكبير كما يسمى في قفصة تم تشييده خلال عهد الأغالبة في القرن التاسع ميلادي، مثل ما تدل على ذلك لوحة رخامية على أحد جدرانه. هذا الجامع شأنه شأن الجوامع الأخرى، لكن متميز بعراقته لأنه مؤسس من القرن الثالث هجري وعندها أريحية خاصة وجمالية، معناها في الشكل وفي المضمون وفي الإحساس مميز. جامع كبير من المميزات التي تميز قفصة هو وبعض كما واد البي وغيرها من الحاجات المميزة لقفصة. أيضا الجامع الكبير له ميزة خاصة، عندها جمالية خاصة في شكله من الداخل وأيضا في مجاورته للواحة، الواحة اللي هي عنوان الجنوب التونسي ومجاورتها للبرج الأثري، ومساحتها كبيرة، المغطاة تفوق 1000 متر والمساحة المهيش مغطاة مساحة الصحن أكثر من ذلك. التاريخها أيضا مؤثر معنويا إيجابيا في المصلين وفي أهالي قفصة، أيضا منسوب التعلق بالجامع الكبير يرتفع لدى المصلين في شهر رمضان وبصفة خاصة في التراويح، عندها رونق وجمالية خاصة الحق في شهر رمضان. ومنذ بناء المسجد وضعت أمامه ساعة شمسية وجاء منه اسم المسجد سيدي صاحب الوقت، وتدل الساعة على توقيت الصلوات الخمس عبر خطوط العرض والطول التي أقيمت بهندسة رياضية. يعرف الوقت الظهر والعصر والوسمة والمغرب والعشاء، هذه كلها يعرفها، كان بالظهر والعصر يعرفها بالشمس والخيال على قده وعلى طوله وعلى كذا، وبالنسبة للمغرب الغروب بغروب الشمس، وبالنسبة للعشاء مغيب الشفق الأحمر، وبالنسبة للصبح هذاك طلوع الفجر الصادق، هذيك التوقيت. جامع كبير على اسم على جسمها، اكبر جامع موجود في قفصة واقدم جامع موجود في قفصة، والبناء نتاعه قديم جدا، عنده تقريب من سنه 300 جسمه هجري وقعت بناه، وقعت فيه عده تحسينات توقيه يعتبر اخر تحسين، هو عنده يجي 5 سنين ولا 6 سنين ولا من أحسن ما يكون. والجامع هذا جاء في أطرف المدينة لأن الواحة كاملة، لأن غالب قبل كان برشا فلاحة يسكنوا في الواحات تاعهم، والجامع نتاع يجوا مثلا يصلوا في جسمه في هذا الجامع. لابد من الانتباه ولابد من الزيارة، لأن ثم شيء من الإهمال، لابد أن المختصين في الآثار وفي معناها المعنيين لابد أن يتفقدوا باش ما تتراكمش ثم شوية، لأن باعتبار الجامع قريب من الواحة قد يكون ثم مياه عميقة تأثر على البناء، فلابد من الانتباه والصيانة والترميم من حين إلى آخر. الجامع الكبير بقفصة يبقى شاهدا على عراقة هذه الجهة وتأثرها الحضاري والتاريخي، لكن القائمين على هذه المعالم مطالبون بالعمل الجاد من أجل الحفاظ على هذه الكنوز التاريخية وصيانتها وحفظها من النسيان.